السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب دايما تبقوا في صحة وسعادة وهنا العمر كله. طبعا احنا بنبدأ حلقتنا الجميلة بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اشرف خلق الله. وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ حلقتنا الحلوة الجميلة. طبعا ايه، بصي ده مش عصير، ركزي كده، وده كمان مش عصير، بصي شكله عامل زي العصير بالظبط، ده مش عصير. هقولك ده ايه، شفت القشر ده؟ القشر ده قشر البرتقال، اي برتقال عندك اهو، بصي القشر ده اي برتقال عندك، عندك استفندي ماشي، عندك قشر برتقال عادي ماشي، اي قشر بتجيبيه وتفرديه زي كده وتنشفيه. لو انت غسلاه ماشي، لو انت غسله القشر ده كويس قوي بتقومي تنشفيه، وبعد ما بينشف بتروحي تطحنيه في الكبة بتاعت ايه المطحنة، وبيبقى بودة. يبقى انت كده عندك ايه، قشر برتقال بودر. ممكن تحطيه بقى في ايه، ممكن تحطيه في الصابون، بيدي برضو ريحة جامدة جدا في الصابون وبينظف. بصي حاجة جميلة. وبعدين على فكرة القشر ده البودر بيتحط في الماسكات، بيدي تفتيح رهيب ما شاء الله بجد. في اي ماسك ممكن تحطي معلقة من قشر البرتقال البودر، بيفتح الايد والبشرة وبيخليكي، لان فيه فيتامين سي بجد بيبقى جميل. فزي ما انا بقولك بتجيبي القشر كده زي ما انا قلتلك، ايا كان انت عندك اي حاجة بتفرجي عليها، بس من وقت للتاني زي ما انت شايفة اهو، في بتقطع بالسكينة زي ما انت عايزة، في اللي بيقشر بدي، المهم ان انت بتكوني غسلها كويس. بتجيبي البرتقان ده، البرتقان ده يا جماعة القشرة قصدي، يعني انت مثلا جبت 2 كيلو برتقان كلتيهم انت وولادك، حلو، اتبقى القشر ده. القشر ده انا مش هرميه. طب امال هتعملي بايه يا ابله نصره؟ هقول لك هعمل بيه. انت بتاخدي البرتقال ده القشر، طبعا انت كلتيه بتغسليه برده تاني، بعد ما بتغسليه بتنشفيه. بص ما فيهوش نقطه ميه، بص ناشف ازاي. انا بغسله مرتين، بغسله في الاول وبغسله بعد ما بيتقشر او بيتقطع بالسكينه. بتاخدي القشر ده زي ما هو كده، وتجيبي على حسب القشر اللي عندك، يعني دول يعملوا لتر ميه. طب مال الطبق ده يتملي لاخره كده، يبقى هتحطي لترين ميه وتغليهم على النار لمده 10 دقايق كده ولا حاجه، او 5 دقايق، وحطي الغطا عليه لحد الصبح. حلو كده. بعد كده بتجيبيه وفي الخلاط وبالراحه يا جماعه على الخلاط، عشان الخلاط ما يبوظ، عشان طبعا الحاجات بقت اغلى من الاول يعني. فدايما لازم تحافظي على ايه، على الحاجات الكهربائيه بتاعتك، لان انت لو باظت هتضطري تصلحيه بقد كده. فاعملي ايه بقى، تاخدي شويه ميه من بتوع اللي انت سلقتي فيهم وعليهم حبه قشطه، طبعا ده بيبقى طري خالص، ما بيبقاش بالمنظر ده، بيبقى طري، بيبقى خلاص هو كده، عشان لسه احنا ما عملناش حاجه، انما لما بيطرى بيبقى طري جدا. بتاخديه وتضربيه في الخلاط وبيبقى بنفس المنظر اللي انت شايفاه ده. طبعا ده بيتعمل منه احلى صابون، بيبقى صابون جميل وفي منتهى الجمال. اللي انت شايفاه ده بيتعمل بيه الصابون، صابون سايل للمواعين. وعن شرط ما بتشتريش بجنيه صابون من بره، بالقشر بتاع البرتقال بعد ما بتعمليه بالشكل ده، بصي بيبقى، بصي عامل زي العصير. طبعا ايه، ما ينفعش حد يشربه يا جماعه ماشي، يعني ده ما ينفعش يشرب، بصي حتى بيبقى تقيل جدا، لازم نرك الازازه هنا. وبتسيبي قشر البرتقال لما يبرد لتاني يوم وتضربيه بحيث الخلاط ما يبوظش معاكي. بصي اهو، بصي تقيل ازاي، شوفي بقى بنفس اللون ده بيعمل لك الصابون، بيبقى نفس اللون ده. طبعا انت لو عايزه تعمليه ادخلي في القناه وانت هتشوفي ان انا عملت الصابون ده قبل كده. بصي اهو، بصي اللون، اللون كأنه برتقان طبيعي فعلا يعني بجد، بصي اهو ما شاء الله. طبعا اللون ده بيبقى برضو لون الصابون، ما بتجيبيش لون من بره،
ما بتجيبيش اسانس ليمون او اسانس ايا كان، هو ده بيبقى ريحه الليمون فيه، بتعملي الصابون بريحه قصدي البرتقال وفي نفس الوقت باللون بتاع البرتقال، يعني انت كده كسبانه من كل الجوانب ما شاء الله، بيوفر معاكي كتير جدا. انت من القشر اللي كنت هترميه هتعملي بيه الصابون. ادخلي وشوفي الحلقات في منتهى الجمال، هتعجبك قوي. يعني ده كده مش لازم تعمليه في نفس الوقت، انت مش النهارده عايزه تعملي مش مشكله، ممكن بتشيليه لمده اسبوع عادي عندك، ما بيجرالوش حاجه، جو شتا وما بيجرالوش اي حاجه. تملي اعملي كده قشر البرتقال، خديه واعمليه زي ما انا قلتلك كده وخليه في ازايز عندك. وعلى فكره ده بيبقى بغسيل الحواض، ومثلا لو هتمسحي الشقه بتاعتك بلاط او سيراميك بيخليها بصي جميله، وبيخلي ريحه الشقه كلها اسانس برتقال، كانك حاطه اسانس برتقال، ريحه البرتقال بتبقى قويه، فحاجه موفره. وبالعكس انت كنت هترميها كده، مش هنرمي تاني قشر البرتقال، وهنستفاد بيه وهنعمل بيه احلى صابون للمواعين ولاي حاجه، بيبقى جميل بجد. يا رب دايما اشوفكم على خير، واشوفكم دايما في كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.